ارحب يا شيخ ناصر. البق الله يعزك يا حبيبي. انا اذا نزلت القصيم اول واحد اشوفه انت، وهذا من فضل الله علي ومن حبي لك. والله الله العظيم انك يا ابو عزام، من غير قصور بغيرك انك تسوى عندي شيء واجد. تسلم، انا من غلاك يا حبيبي. الله يا اخي سبحان الذي كسى قلبي حبك. والله احببت من احبك وزاد في المحبه. الله يرحمك ويدرك. الله يحسن اليك. الله يسلمك شيخ ناصر. انت ما شاء الله يعني مقاطعك جميله وتحب تفيد الناس. ايش تحب تفيد اخوانك؟ انا ما عندي يعني فائده ممكن اكثر من اني اكون بجنبك. هذا واحد. تسلم الله يجزاك خير. لانه سبحان الله ترى ابو عزام ترى رجال، احنا دايم نستقل هالمشاعر هذه، وتراها غاليه في السماء قبل الارض. الله يعني لما يبعث الله على مدرجه واحد بس ملك يبعث على مدرجته ملك يساله وش اللي مطلعك من قريتك الى قريه فلان بس عشان يحبه في الله. الله اكبر. قال الله ان يخبرك ان الله يحبك. الله اكبر. الله يرزقنا يعني يعني شوف، فناظر قيمه هالحب هذا انك تفوز باعظم جائزه ان الله يحبك. الله. يعني يعني تخيل انت ماذا سيصيبك حينما يحبك ربك. الله. اي خير واي توفيق واي رحمه واي استقرار وسكينه وبركه وطمأنينة تملأ قلبك وحياتك وأيامك ولياليك لما يتولاك الله. الله يتولى من يحب سبحانه وبحمده. لا إله إلا الله. الإمام أحمد يعبر لك عن المشاعر هذه اللي في القلب ذي تجاه إخوانه، يقول لو قدر أن الدنيا جمعت في لقمة ثم جعلها أحدكم في فم أخيه ما كان هذا إسرافا. الله أكبر. الدنيا كلها 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 كذا تجمع في لقمة، الدنيا بكل تفاصيله، ثم تجي أنت تحطها في فم أخي، هذا ما يعد إسراف. الله. لأن الحب اللي بينك وبين أخوك أكبر من الدنيا وبتفاصيله وبجماله وبزهرته وربيعه بخضرته بماءه بأنهاره بكل تفاصيلها. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك إنه سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. واحد من هؤلاء السبعة رجلان يتحبى في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الحب في الله جمعهم، وما زال الحب هذا حاضر في قلوبهم ومتوفر حتى آخر ساعة. الحب في الله هو الذي جعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما كان الواحد منهم يستحضر ماضي آبائه وأجداده وخصوماتهم مع القبائل والعشائر والجماعات التي حوله، بعد الإسلام وفرت هذا الحب في قلوبهم، أصبحوا يتزاحمون على الفضائل فيما بينهم، إلى درجة أن الواحد يقدم اللقمة التي يضعها في فمه حتى تكون في فم أخي، والله أنها أحب إليه من أن تكون في جوفه. الله أكبر. كذا الحب في الله يصح. يا أخي إحنا نحبك في الله يا زين. الله العظيم يا أخي، كلامك هذا خلى الناس تحبك. الله يرها قدر. الله يحبك. الله أنك الشيخ ناصر ترى أنت إنسان حقيقة يا ربي تدخل القلب بدون استئذان. الله ينفعك. الله يجزاك خير. جزاك الله خير يا عزامي.